بيقولوا عليا ان انا بخيل. دي عرفتي الاشاعه دي؟ سمعتها كتير جدا. طيب بس بصراحه اتكسفت ان انا اقولها لحضرتك. لا ليه تتكسفي يعني. ليه؟ لا بالعكس انا بقولها لك. البخل ده ليه مواصفات، المواصفات ما تنطبقش عليا خالص. عايز تعرفي ليه؟ ليه؟ لان انا لا في بداياتي ايوه جت قال لي ادفع مبلغ كذا عشان نكتب عليك انك انت حاجه عظمه على عظمه يعني. وانا رفضت بس، فطلعت العنوان حسين فهمي بخيلا كده هيدلاين، فخلاص الناس خدتها كده ابسو فاكتو، يلا هم كتبوا كده زي دلوقتي السوشيال ميديا اي حاجه تنزل خلاص هي كده. الاشاعه دي مش طالعه على حضرتك بس، يعني فنانين كتير قوي بتقال عليهم كده، خصوصا يعني اللي هو كل ما الفنان قيمته بتزيد قوي او ما شاء الله قيمته بتكبر قوي بيقولوا ان هو بخيل وانه 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 كذا حاجه. لا اصل البخل ده ليه مواصفات، والمواصفات ما تنطبقش عليا خالص، فاهم؟